سلام يا رجاله، معاكم ام كاميرا حكام. النهارده يا شباب بنات، انا وعبدو مندو في تحدي الهروب من اكبر مناخير في لعبه روبلوكس. هتقول لي ام كامل مناخير مناخير؟ ايوه يا شباب، لاول مره في روبلوكس هنا تقريبا. الماب دي نازله من زمان، لكن النهارده انا وعبدو مندو لاول مره. ما تقف بقى يا عم، يا عم اقف ما تروشنيش. بتدرب بسخن يا بتسخن. طب انا مش مناخير؟ طيب انا مش مناخير. طيب يا طب بص يا شباب، عايز اقول لكم حاجه بسيطه. شوفوا كم مناخير على الحيطه، بالله عليكم وريني مناخيرك كده يا عبد. انت عندك مناخير؟ وريني. انت في الحقيقه عندك مناخير، لكن في اللعبه ما عندكش. يا عم انا مناخيري اكبر من دي مرتين يا عم. خلاص يا عبد، ما تتنمرش على نفسك يا عبد. اوكي، ايه ده؟ خلاص حاسس بقى عشان ما اشفطكش. ايه يا عبد، في اخبار بريكنج نيوز بيقول لك. اسمع، بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي مش هيحط لايك واشتراك دلوقتي ام كامل مش هينزل فيديوهات تاني. لا انا مش هعمل كده يا شباب، اكيد هو بيهزر. لا لا، يكونوا بيهددون شباب. كل قاعد بيتفرج على المقطع ده، انزل دلوقتي اضغط لايك واشترك في القناه. لا يكون بجد ويمنعوني ان انا انزل شباب. يعني بالله عليكم يا شباب، يعني ما تحرجونيش. مش هيحط لايك يا شباب، انا هموت القطه ديت ومش هنزل. لا لا لا، خلاص خلاص يا عبد والله. روبلوكس شباب، خلاص شباب، حط لايك واشتركوا في القناه. بالله عليك يا رب تنجح، حط لايك يا شباب. خلاص يا شباب، هو هيحط لايك. انا عايز اطلب منك طلب يا صديقي. اطلب. انا عايز اعرف انت جايب الطقم الاسطوري ده منين. ايوه شريحة حبيبي، لونه بنفسجي عشان انا لوني بنفسجي وبحب اللون البنفسجي. هبقى اخليك، هبقى اظبط لك لون، يعني متقلقش اظبطك. يعني انت طيبة قلبك لونها بنفسجي؟ ماشي يا عبدو، مش هرد عليك يا عبدو، لان لو رديت عليك هقول لك طيبة قلبك انت لونها ايه. ماشي، فاسكت شويه. ماشي اسكت. اوكي يا شباب، انا زي ما انتم شايفين فوق طبعا مكتوب 14 من 0 14. المفروض ان في كوبايات جوه بنشربها زي دواء. حلو، لازم ناخد 14 واحده، وفي مفاتيح لازم ناخدها ونهرب من المناخير العملاقه. فهل عبدو ما يعرف يعمل كده ولا انا؟ هنشوف ده دلوقتي. خلونا نبدا يا شباب، يلا بسم الله. هنخش كده على طول. زي ما انتم شايفين هي عطسه في كل حته، وفي مفتاح هنا. خدنا مفتاح احمر طبعا، بتدوس سي عشان تنزل من تحت البتوع دول يا عبدو. تمام، عشان لما المناخير تجيبك. بس يعني انا بعرفك لحد دلوقتي ما شفتش المناخير، بس هي بتبان يا شاب. مناخير كبيره يعني، ولا هتعمل معايا ايه؟ بربر عليك، مناخير كبيره قوي اقسم بالله يا شاب. اوكي اوكي لك كوبايه. ليه الكوبايه؟ ايه الاخضر ده؟ ايه الاخضر ده؟ ما هي دي الكوبايات اللي انا بقول لك عليها. انا خدت واحده من 14 دلوقتي. لا الاخضر اللي على الارض. لا ده عطسه. اه عبدو المناخير، انزل تحت تعالى. عبدو عبدو ليش عبدو اتقفش؟ لا لا لا، انا الحمد لله الحمد لله. ايه ده؟ لحقت نفسي لحقت نفسي. ما تقوليش ما فيش مخرج من هنا. المناخير بره شباب، المناخير بره. انا همشيها لك، تعالى ما تخافش. يلا 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 تعالى، شيل السي. يلا كمل جري، كمل جري يا عبدو. شوف في عين. اوه السلام عليكم، بتراقبونا العين دي يا اسطى بتاعت المناخير. ايه ده بجد؟ يا سايبه اعضاءها في كل حته ولا ايه؟ تعال تعال اطلع من هنا، تعالى ابعد عن العين دي، تعالى خش شمال كده. شباب لازم ندور على المكان اللي بيفتح باللون الاحمر، اللي هو المفتاح اللي لونه احمر. حلو الكلام. في ايه هنا؟ ايه ده؟ سمك يا عم. ادخل لقيت كوبايه كمان. حلو كده، كوبايتين من اصل 14 كوبايه. حلوين حلوين. يلا بسم الله تاني. وانا لقيت كوبايه يا رب. وانا لازم يا اسطى اجمع نفس عدد الكوبايات اللي انت بتجمعه. ما هو على فكره هي كل واحد لوحده، ده الحلو فيها. أيوة يعني انا عارف، يعني انت لو ما جمعتش ما تهربش، تتحبس مع المناخير يا صديقي. طب تعالى خليك معايا. طيب هو منطو واقف هناك بيعمل ايه؟ يا رب لا تكون المناخير شفاطية. المناخير المناخير يا عبدو يا عبدو. دي مكنسة مكنسة، يخرب بيتها. ارجع ما بيجري. ارجع انت اسرع مني. ارجع. يا عالم المناخير ورانا، اجري يا منطو، اجري يا منطو. خش كده خش كده خش كده. انا جاي عليا. لا المكان مسدود. هربت 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 هربت. استر يا رب استر يا رب. هربت 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 هربت. الله عليك يا ام كامل، هربت يا شباب. يا رب عبد المنضم ما يتمسكش، بس لان احنا محتاجينه. اوكي في خزن هنا، اقدر افتح الخزن دي؟ مناخير جايه مناخير جايه، ولا عبد مناخير جايه. في سلم في سلم في سلم. عطست عليا، دمجتني. اوكي انا دخلت مكان اخضر في اخضر، طلعت السلم دخلت مكان اخضر في اخضر. ايه ده، في واحد قاعد هنا. اي انت تعطس عليك ولا ايه يا عم الحاج؟ دخلت اصلا من الحفره اللي فيها السهم. لا ما تخش حفر، اطلع سلم. لقيت السلم لقيت السلم. تعال اوكي تعال استناك، تعال تعال، مستحيل يا شباب امشي من غير. ايوه تعال. انا دخلت جوه بق ده ولا ايه ده؟ مش عارف والله. السلام عليكم، في حد هنا؟ تعال انزل هنا، تعال انزل هنا بسرعه. ماشي ماشي بسرعه. يلا يلا تعال.
يا اسطى اعلى. بص يا اسطى التحدي ده اعلى واحد جايب 6 كوبايات، عايزين نوصل له. اوه ماي جاد، مناخير وراك وراك. مناخير دي اصعب، خباك عشان مكان اوكي. يلا بسم الله، ده الطريق اللي احنا كنا عايزين نخش اصلا. ايوه يلا يلا كمل كمل يا ماندو كمل. اه ورانا، هي بعيده ورانا. شويه عننا، بعيده شويه عننا. اهم حاجه ما تعطس علينا، عشان لو عطست علينا هتبطئنا. اه بتطيرنا. ايه هنا ايه ده؟ هنا ايه ده؟ اجري ما تبصش قدامك. ايه ادوس على الزرار؟ في زرار. اجري يا عبدو ما تدوس على الزرار. مش شغال عبدو، مش شغال عبدو كده. هيتشفت كوبايه كوبايه. بس تعال خش هنا، تعال خش هنا الاول، تعال خش هنا. خش خش تعال. الله احنا في امان يا شباب، احنا في امان دلوقتي. اوكي اوكي ربنا يستر. مشي اصبر. تعال تعال. اه مشي. تعال بقى ناخد الكوبايه دي. خد دي هوبا. اوكي بقى معايا 3 كوبايات. اوكي اوكي. ايه ده باركور ده ولا ايه يا عم؟ ده عادي، ده عادي على السجاير. اه ايه كوبايه؟ مش عارف لازم ندوس عليهم ولا مش دلوقتي لما نفتح الباب. هات بس كوبايه كمان. ليتس جو يا شباب، ما معايا 4 من اصل 14 على فكره. ايزي بس يا المناخير، بس ما تجناش. ما تقوليش ان دي حاجات سريه. محمود شغال، شغال دوس هنا. هي شغلت الثلاثه. استنى بقى، خليته اخضر، خليته اخضر. تعالى دوس اخضر. ايه ده ماشي محمود، المناخير جايه. اجري عطست عليا. اه انت مصبر يا جاي منين؟ اه ده جاي منين؟ اه هاي اجري يا اخي، ده بقت سريعه قوي بجد. اه جاي ورايا، جاي ورايا، جاي ورايا، جاي ورايا. ما تقوليش ما تقوليش عايز من تاني يا عيل. عايزين نعيد. اه شفطتني بس الحمد لله، لسه لسه زي ما انا مجمع الاغراض بتاعتي. ما تقلقش تقلقش، هجيلك بس. الحمد لله. اوكي هجيلك. اوكي انا معايا، انا مستنيك. تقلقش تقلقش، خليك بس تخبى في مكانه وحاول انك تجمع كوبايات عشان نهرب. انا معايا المفتاح. اكلت عيل قدامي يا اسطى. يا اخي اتسرعت مره واحده يا شباب، شفتوها شفطتني. الله يسامحها، تروح بقى مطرح ما هي قاعده. يا اسطى انا وصلت لمكان سري يا اسطى. اوكي المناخير، المناخير. اوعى بس تقفش المناخير وحاول تجمع كوبايات. اوكي لقيت لقيت القفل، بس ده قفل بنك. ياب قفل بنك يا شباب. مش بتاع المفتاح ده، بيقول لك اي نيد ذا كي، محتاج كي يا شباب. مفتاح هم، مفتاح بنك ممكن يكون في الاوضه. اوكي لقيت كوبايه، حلو لقيت كوبايه كمان. انا كده اصل 5. هو الاول جاب قد ايه؟ الاول جاب 8. ده انا رجعت تاني، انا مت يعني، انا مت. ايوه وصلت لانهي انهي غرفه؟ بيقول لك اي نيد سي فور دي ديستروي. اوه يا شباب ده احنا محتاجين متفجرات. اوه ماي جاد، ده الحوار كبير قوي يا واد. عايز اجيلك. انا مت ودخلت شمال، احنا كنا بنخش يمين دخلت شمال. ماشي انا سامع صوت حد بيعطس. انا في منطقه اسمها السيف زون. ايه ده، انا رجعت تاني لمكان البيت. ايه البيت ده؟ لقيت الباب الاحمر، فتحت الباب الاحمر لقيت كوبايه وباب ابيض. دخلت من باب الابيض. كل حاجه بقى. انا دخلت الجنه ولا ايه؟ يا دخلت الجنه ولا ايه؟ اوه ده باركور، باركور اخضر يا شباب. اتوقع دي عطسات. ايه ده في ناس مساجين هنا، هنقذكم ما تقلقوش. مكمل البطل جالكم، مكمل البطل جالكم. اوكي ايه ده، مفك ده ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت محتاج باب اصفر. انا لقيت منشار، انا لقيت منشار يا عبده. لا باب اصفر. ايه باب اصفر ده؟ اما تلاقي له مفتاح. لقيت منشار وكوبايه، حلو. انا بقى معايا 7 كوبايات يا عبده. تمام ان شاء الله. معاك 7 ان شاء الله نهرب. ما تقلقش انا بهربك، لو انت ما هربتش انا ههربك. اوكي معاك امكان لحياه افضل، ما تقلقش. اوكي انا اطمنت كده خلاص. لا مناخير عطس عليا. هو في كم، في كم مناخير في الماب ديت؟ والله عارف انك تسال السؤال ده. انا اوكي مناخير جريت ورا الناس يا عيال، بتكنس جامد المره دي. اوكي عايز اطلع المكان ده. هنا في ايه؟ بيقول لك انيد. ايه ده المفروض ده بيفتحه صح ولا ايه؟ اه سكوير درا يا عيال، والله مش ورات الحاجات دي. يعني هما دلوقتي محتاجين المنشار ده في ايه؟ المفروض بقى نفتحه بالمنشار. محمود كل مناخير ليها المنطقه بتاعتها يا محمود. ما انا عارف، ما انا عارف، ده هما مناخيرات كتير قوي. طبعا الشعب المفروض دلوقتي ان احنا هنستخدم المنشار ده في مكان غريب شويه. تعالى يا عبده، تعالى يا عبده. هتستخدمه فين؟ هتقطعني بيه ولا ايه؟ لا يا عبده اكيد مش هعمل حركه زي دي، ده انت حبيبي حبيبي يا مان. المفروض ان في باب، باب ابيض هو اللي يا رب المناخير ورانا. انا قلت لك المناخير مش هتسيبنا في حالنا. عادي اقعد استخبى كده فاهم. اوكي وانت هتروح على البوابه تفتحها على طول. يا عبده هتضحي بروحك عشان يا عبده المناخير. هي ورايا يا عبده، هي ورايا. مال انا هي ورايا، ورايا يا مندو. اجري
اجري اجري طوال لحد ما تلاقي عمارة. ايه ده، انا لقيت تكييف. عطست في وشي. رحت عند الخزن، انا عايز الاقي الباقي. لقيت اللمبة الحمراء. انا بدور على الباب والله يا عبد، بدور على الباب اللي هيتقص بس. اوكي اه اكيد في باب هيتقص، بس فين بقى؟ الله اعلم. ممكن يبقى الناحية التانية. بص احنا رحنا الناحية دي كتير، انا همشي الناحية دي المرة دي يعني. مش بالعكس، انا بدور الاتجاه التاني برضو. ايوه اللي عند الكربت الاحمر او الارضية تلاقيها حمرة كده انا المكان. هناك في انا باب برضه هناك بس مش في باب جوه. اهو، بس مش ده. تمام، خلي بالك بس من المناخير بس عشان بتيجي مرة واحدة كده تلاقيها سرعت. اوكي هنا ايه، الزرار. بلاش بلاش بلاش، هتعطس. بس انا عرفت يا عبدو السر بتاع الابواب اللي بره ايه. بص ايوه ايه، هنا قايل لك الباب رقم واحد احمر، ايوه ما انا قايل لك كده. ماشي ده رقم واحد. بس ماشي، عبدو رقم الحاج، اتنين كان احمر برضه. عبدو الحاج من المناخير يا عبدو. اعطس يا كده عبدو شفطتني، يا عبدو شفطتني. اقوم على المكنسه فين تكنسنا. فين فين فين؟ تعالى ورايا، تعالى بقى انت ورايا بقى، انت اللقطة دي بتاعتي انا، لازم انا اللي ماشي، اوديك. تعالى ورايا، اوعى احنا تستخدمه دلوقتي هنا بس. تعالى احنا رجعنا تاني. انا هنا هنا سمعت هنا هنا كلمة هنا السيف زون، هنا هنا. تعالى ما باين عليك ان انت حافظ قوي. يا عم ما تقلقش، قلت لك طالما معاك ام كامل اهو 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 هو ده اللي انا فتحته اهو والله. المنشار. فتح تصدق؟ منشارته اهو، المفتاح البنفسجي اهو. ايه ده، يبقى اللي انا خدته كان الحمد لله، ايه ده ده، احنا في احنا سيف امان. زون. الحمد لله ان احنا في سيف زون. يا لو ده كان زمان بلعت. كان زمان استفدنا. تعال ندور على الاف، الاف الاصفر اهو. احنا عايزين البنفسجي. ماشي عرفنا الاصفر فين. ماشي، هو عند البنفسجي المقدمة برضو. البنفسجي. حاسب المناخير، خش ماشي تحت. ماشي ماشي، ماشي اخرج كده، تعال. اوعى تشفطنا. ها لا لا خلي لا بالك لا، خلي بالك يا عبدو، التعاون يا شعب. عبدو امكامل ضد المناخير اللي ايه، جاي تعال ورانا. تعال تعال، ما تخافش ما تخافش، تعال هنا. ما مفيش تخافش. طريق صح؟ تعالى مشي تمشي تعالى يا اخي. هي بتعطس. انا ما دخلناش هنا قبل كده. مش عارف ده، اتوقع ان احنا دخلنا. تعالى نبص دخلنا دخلنا. هنا احنا الباب. عايزين ها باب. هنا باب ايه؟ اللي هو التلات الوان، احمر احمر مش عارف ايه، اتوقع ان هو كان تعالى، انت هنا. ما عملتوش. ما عملتوش يعني، هو انت اللي عملته. تعال صح، لازم نعمله. هنا هنا، هو في اخر الطرقة دي. بس يا رب بس ما ماشي الاقيش ماشي. اسمها ايه دي، المناخير دي. كان فين؟ لا تقريبا هنا كان هنا. هنا، لا هنا الاحمر رقم اهو. اتنين اهو، ايوه احمر برضو. حاسب. تعال من هنا، تعال من الناحية التانية، الناحية التانية. لف 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 لف. البتاعة دي تأمننا؟ ما تأمنناش. لا 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 لا، دي علب كهرباء عادية بايظة. الباب هنا المنشار رجعت لنا تاني يا محمود. يا عم تقلقش تقلقش، انا ماشيك في المنطقة الصح. تعالى طول ما انت معاك ام كامل يبقى هتفوز. تعالى الباب بنفسجي فين يا وليه؟ مفيش حد عايز هنا الباب بنفسجي. عبده اتشفط صح؟ لا لا لا، الحمد بص لله. يا اسطى كده، فوق مين الاول مع 11 كوبايه؟ عبدو ماندو كوماندو. ايوه يا ماندو، عيب عليك عيب عيب عليك. عيب عليك والله يا شباب دلوقتي احنا طولنا، محتاج، بس في متعة، انا في كل يا متعة. شباب بركز مع الواد ده بخسر. استنوا بقى، انا ايه لقيت الباب هعمل ايه؟ البنفسجي، لقيت البنفسجي. الله فين؟ اكبر، احمر دخلت ولا بنفسجي؟ الارض لقيت بتاعته السيفور، لقيت السيفور. لا ها، الارض بتاعته زرقاء. عند الاراضي الزرقاء. لقيت السيفور اللي هفجر بيه الحيطة. في الحيطة بقى الهي يفجروك يا بعيد. فين الحيطة اللي بتتفجر؟ كانت هنا. انا بس مش عايز اتمسك، لاني لو اتمسكت دلوقتي هزعل جدا اقسم بالله. ده لو اتمسكت هتتشنير. اسمها ايه جاتلي؟ اسمها ايه جاتلي؟ مين؟ هتكون مين يا عبد؟ واكيد المناخير. المناخير. ما تبعدي عني يا ست بقى، مفيش غيري ولا ايه؟ ده انت مناخير كبيرة بصحيح والله فتحت الاقرب منك. الجراج تاني انا عند التلات، عند 1 2 3 اللي هو الالوان. اخش بالبرتقاني برضو، دخلت اوضه احمر بنفسجي. احمر برتقاني، دي الواني. ايه ده، انا عند البنفسجي اهو. اوكي يا شباب انا هربت كده. تمام عايزين نخرج من الحته الزرقاء دي، نخش الحمراء، لان كل واحده فيهم بتجيب لها مكان. اوكي الواد اللي قدامي ده اتشافه. لقيت الباب، لقيت الباب. كفو عبدو انا خايف اتشفت يا كفو، عبدو، انا خايف اتشفت يا عبدو. المناخير ورايا، خلاص المناخير ورايا يا عبدو، المناخير ورايا. بس يلا اسكت يلا، بطل عياط يلا اسكت يلا. اوكي بقول لك ايه، فتحت الباب بتاعك ولا لسه؟ هنفجر ايه يا محمود؟ ما هو هنفجر ايه؟ ناقص لي التفجير. هنفجر، هي حيطة كده بس مش زي بتاعت المنشار اللي احنا قطعناها بالمنشار.
انا قطعت حته خشب من شويه برضو. اصبر انت فين يا ماندو؟ انا المناخير بتجري ورايا. وانا بتجري ورانا كمان. انا سيف زون. عطست عليا بنت اللذين، عطست عليا والله. شفطت واحد من قدامي كده عبده، عامل زي الاندومي فاهم كده على طول. اوكي انت خل... اوف 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 بتشفط يا اسطى فعلا. ده اندومي ايه يا اسطى؟ ده فكت على الاخر. تعالى انا لسه ناقص لي اخر بوابه، انا خلاص مناخير جائع. خليني اخش جوه هنا. ينفع تبعدي عنها شويه ست مناخير؟ مش هتبعد يا اسطى، دي خنقتني والله. انا اتقرفت منها وانا والله اكتر. مصعب علينا الموضوع جدا. السفور يا عم بقى، انا عارف، انا شفت المكان بتاع السفور. انا وصلت عند البوابه اللي الثلاث ارقام هي. جرب بس كل الالوان على البوابه الاخيره. المناخير هنا، المناخير هترجعني كل ده تاني. الله يسامحها، ابعدي عني يا ست انتي. بس اوعى تدي حته سبيد كده تقوم جايباني. انا فاضل لي اربعه على فكره، والمناخير دي تبعد عني خالص. انا فاضل لي اتنين. عبد انا مت، انا مت، انا مت، انا مت. لا 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 اقسم بالله حرام. هربت؟ لا والله حرام، حرام اقسم بالله حرام. ادفع مليون ريبوكس، ادفع مليون ريبوكس. لا لا اوكي. لقيته يا عبده يمين العين اهو. ايوه اتوقع هنا. يب هنا ايوه اهو. يلا خش المناخير جايه. حطيت السي فور بتاعي بقى. يلا اوكي عايش. يا رب تنفجر. انا مستني السي فور ينفجر عشان اخش. انفجر انفجر. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. دخلت سيف زون. ها سيف زون، لقيت منطقه بيضاء. هقول لي لقيت ايه بقى؟ جنه ولا ايه؟ كسبت ولا ايه؟ ايه اللي دخلني الجنه؟ 14. اه اصبر معايا واحده. الحق ايه عبده، انا فاضل لي 3 كوبايات وافوز. وانا فاضل لي كوبايه. انت عارف الثلاث كوبايات دول فين؟ في الثلاث الوان. انا كسرت أيوة المكان بالسي فور. أيوة. لازم اروح الثلاث الوان. طيب طيب روح اعمله برتقاني، روح اعمله برتقاني. ماشي ماشي. امال انا كده يا شباب ناقص لي الثلاث الوان بس، خلاص خلصت ان شاء الله. سهله أوكي. سهله يا صديقي لا تقلق. ما كانتش في الزرقاء. ها الالوان دي مش في الزرقاء. يا رب مش في الاراضي الزرقاء. اه يا رب على المناخير. في الاراضي الحمراء الالوان. الالوان في الاراضي الحمراء. ايوه المتفجرات في الاراضي الزرقاء. حلو تمام. خلينا نروح الاراضي الحمراء. عيني مش عارف هي فين، بس انا حشرت نفسي. لا الحمد لله. لا انا بس مش عايز المناخير. المناخير يا اخي مش سايبان انا في حالي. شمعنا انا، شمعنا انا. لا تقلق يا صديقي لا تقلق. والله جاي ورايا عبده مش سايباني في حالي. يعني انا مش عايز افوز من غيرك. ايوه يا عبده يا ماندو. انا عمال لك هو المفتاح الاصفر ده ملوش لازمه. مفتاح اصفر؟ هو في مفتاح اصفر اصلا؟ اه انا مناخير، مناخير بتجري ورايا بقالها نص ساعه. اوعى تعطس عليك. عطست عليا عادي، اما حاجه ما تشفطكش. اوكي لحد دلوقتي ما شفتنيش. دخلت سيف زون عشان امن نفسي. بس المفتاح الاصفر هنا هو يا عبد. بس انا مفتاح اصفر في سيف زون؟ اه لقيته يا اخي. فين التلات الوان اللي كنت بروح عندهم كل شويه؟ يعني دلوقتي اختفوا دلوقتي خلاص. شفت الحظ؟ اهو لقيت الاحمر. ماشي تعال امشي في الطريق ده. همشي في الطريق ده يا شباب ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. من جد وجد. اوكي لقيت الكربت الاحمر. قلت لكم من جد وجد ومن زرع حصد. اوكي والتاني احمر. اوكي لقيت الالوان. بسم الله. احمر فتح الباب. التلاتة هو بيعدوا. والله بفوز يا عبدو، بفوز لم. بفوز لم لميت 14 يا عيال. فزت فزت. كفو كفو كده كده خلاص. حتى لو مت خلاص، بس انا اكيد مش هموت يعني ان شاء الله. لا يعني ده مش هيحصل. خلينا نطلع بس نروح عند الاوضه اللي كان فيها السي فور اللي انا فجرته. انت قلت لي فين؟ تعالى تقابلني هناك. يلعن شكل المناخير. المناخير ورايا يا عبده بالظبط. لا لا هربت، هربت منها الحمد لله. هربت منها، هربت منها. انا بفجر يا محمود السي فور. ايوه يا ماندو اصبر اصبر عشان نهرب مع بعض. انفجر يا اسطى. ليه لازم ادوس حاجه؟
لا لا ابعد. حطها حطها بس. انفجرت انفجرت انفجرت. انا جاي لك انا جاي لك انا جاي لك. انت فين يا مندو؟ لا مش هنا في مش بقى هنا. بوابة بيضاء هي في الكرمة الازرق ولا فين؟ في الازرق اه جنب العين. اهي 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 اهي. خش شمال. الله عليك يا ابو كامل. هربت؟ قول لي انك هربت بالله عليك، قول لي انك. والله لو ما هربت يا شباب لانهي المقطع برضه. 14 اهو. فتح الباب؟ دخلت؟ لقيت المفك. ايه ده؟ ايوه المفك ده اللي هيخليك تفتح اللي تاخد المفتاح الاصفر. المفك ده انا عارف بتاع ايه يا شباب؟ بتاع بتاعت اللي هي ماشي ماشي. انا قلت تاني تفتكرش بقى يا صاحبي الغرفه الصفرة دي فين؟ القفل الاصفر؟ قدامك ايزي في ايزي قدام الزون. سيف زون؟ عند السيف زون؟ عند السيف زون اه ايزي ايزي جدا كمان. انا بس عايز اروح برضه عند السيف زون لان البتاع دي قدام السيف زون. اه السيف زون اهي والبتاع قدام السيف زون اهي. استناني استناني في السيف زون ننهي المقطع. اصبر افتح بس دي. اوكي فتحت. اخدت المفتاح الاصفر اهو. المفتاح الاصفر الشباب اخر مفتاح المفروض. انا في ايدي المفتاح الاصفر يا اسطى. تعالى انت فين في السيف زون؟ هنا اهو. اصبر اجيله اروح للشباب لازم اخده يعني عبده منضى حبيبي. انا في السيف زون اهو. وانا دخلت السيف زون. حلو نروح فين بقى؟ المفتاح الاخير. 14 و14 مفتاحين صفر هنعمل بيهم ايه؟ تعالى ورايا. تعال ربنا يستر يا ابني المناخير لسه ماشيه كده. تعالى بس ما تخافش. كان هنا الشباك الاصفر كان هنا. اصبر هتلاقيه في زاويه كده. هتلاقيه في زي الاحمر كده فاهم واخد زاويه كده. انا لسه معدي من هنا. المناخير ورانا. ها طب اروح فين؟ المناخير ورانا. اروح فين؟ خش خش تعالى 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 هنا من عند العين. تعالى تعالى يا عبد اجري شويه يا عبد ما تقعدش تلف علينا. ما تقعدش تلف على نفسك لا تاكلك. تعال من هنا. اقسم بالله يا شباب اني شفت المفتاح الاصفر ده اكتر من 5 مرات اقسم بالله. وانا خش خش السيف زون. انا امشي بقى يا ست مناخير بقى امشي. انا عند الثلاث لومط مش عارف انا دور في الاحمر. طيب اوكي سنة جنبنا هو ناقص الاصفر. والله الاصفر ده جنبنا. انا بقول لك جنبنا. استنى انا هعرف. انا هجيبه فيه. انا هجيب مش هسيب. انا هس مش هسيبه الا لما اجيبه. اصبر عليا بس انت. اصبر استر يا رب. اوكي مناخير هنا الاحمر اهو. يبقى هو الناحيه الثانيه. خلونا نشوف الناحيه الثانيه. والله غبي مش هتلاقيه يا عبد. اصبر عليا بس يا عبد. على فكره انا ذكي جدا. انت بس اللي واخد عني فكره ان انا غبي. والله العظيم لا ننهي المقطع. والله العظيم انا لا السيف زون. بس يا شباب قصه المقطع اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. لقيته انا دخلت معاك. استنى بص على اللمبه الحمراء. لمبه حمراء يا حبيبي. انا مت حبيبي انا مت. لا طب لا لا بس يا شباب تسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. المقطع ده ساعه فاهم تسوش اللايك. اي والله قدام. انا عارف ان هو قدام. وري الناس انا بفوز. وري الناس وانا بفوز. انت فين؟ انا عند شفت السيف زون اليمين. اليمين هتلاقي القفل الاصفر هناك. يمين هتلاقي عبده هنا اهو اهو اهو. قلت لكم اهو اهو. تعالى خش معايا. ينفع تدخلني؟ افتح يا عبده افتح كده. خد اهو. لا طبعا يا شباب ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. طبعا قناتنا انا وعبده مندو وحساباتنا على الانستجرام كمان التيك توك. هو يا شباب بس انا عادي يعني كاننا فزنا. فبس يا شباب سيو ليتر. لو عايزين جزء تاني وصلوا المقطع ده اكبر عدلك. سلام.